من قال أننا مع دولة على 67؟ من قال ذلك؟ في فتح هذا ليس في دستورنا ولا في نظامنا الداخلي غير موجود. هنا هم يريدوا بيت إيل ومعالي أدوميم إسرائيلية، ونحن الذين نقول أن الناصرة وحيفا وعكا فلسطينية وستبقى فلسطينية، وأرضنا الفلسطينية من النهر إلى البحر. إني أتحدى كل فلسطيني وكل مسؤول فلسطيني وكل قائد فلسطيني أن يجرؤ أن يختزل الخارطة الفلسطينية على خارطة الضفة الغربية وغزة. إنه لن يستطيع أن يسير في شوارع مدننا الفلسطينية مترا واحدا بين شعبه. وإلى إخوتنا العرب، كونوا مع شعب فلسطين، هذا الشعب الذي يعيش على أرض كلها مقدسة وكلها أرض وقف.